السلام عليكم يا اولاد. النهارده هناخد درس جديد من دروس التاريخ للصف الخامس الابتدائي، وهو درس الدوله الفاطميه. درس السابق خدنا فيه الدوله الطولونيه والدوله الاخشديه، ونتيجه يا اولاد للضعف اللي اصاب البلاد في الدوله في اواخر الدوله الاخشديه، قام او امر الخليفه الفاطمي المعز لدين الله قائده جوهر الصقلي بان هو يكون جيش قوي ويذهب إلى مصر ليتمكن من القضاء على الدولة الإخشيدية وقيام الدولة الفاطمية. إذا النتيجة، يجي سؤال ما النتيجة مترتبة على انتشار الضعف والفوضى في أواخر الدولة الإخشيدية؟ هتكون الإجابة بتاعته إرسال الخليفة الفاطمي المعز لدين الله جيش بقيادة جوهر الصقلي ليضم مصر أو ينجح في ضم مصر إلى الدولة أو الخلافة الفاطمية. ده سؤال ما النتائج. أهم أعمال المعز لدين الله الفاطمي يا أولاد في مصر: واحد، أمر قائده جوهر الصقل بإيه؟ واحد، تأسيس عاصمة جديدة وهي القاهرة. يبقى إذن أهم أعمال المعز لدين الله الفاطمي أمر قائده جوهر الصقلي: واحد، تأسيس عاصمة جديدة وتسمى بالقاهرة. ليه يا أولاد؟ حتى تكون مقر للخلافة الفاطمية. لو جه سؤال قال لي بما تفسر تأسيس عاصمة جديدة اللي هي القاهرة؟ أقول له حتى تكون مقر للخلافة الفاطمية. اتنين، إحاطة القاهرة بسور عظيم، إحاطة القاهرة بسور عظيم، وكان السور ده يا أولاد ليه 8 أبواب أشهرهم باب زويل، أشهرهم باب زويل. ويجي سؤال برضو بما تفسر إحاطة القاهرة بسور عظيم ليه؟ وذلك للدفاع عنها. تالت حاجة، إنشاء الجامع الأزهر. تالت حاجة، إنشاء الجامع الأزهر. وطبعا الجامع الأزهر يا أولاد إحنا عارفين إن ليه أهمية كبيرة، وإيه أهميته؟ إن كثير من الطلاب بيقصدوه من جميع البلاد الإسلامية لطلب العلم. يبقى تالت حاجة عملها بناء الجامع الأزهر، وقلنا بما تفسر سؤال بيجي على الجزئية دي بما تفسر أهمية الجامع الأزهر. أربعة، نقل الخلافة من المغرب إلى القاهرة. نقل الخلافة من المغرب إلى القاهرة وأصبح أول الخلفاء الفاطميين في مصر. خامس حاجة عملها، ضم بلاد الشام والحجاز إلى الدولة الفاطمية. ضم بلاد الشام والحجاز إلى الدولة الفاطمية. ستة، إنشاء أسطول عظيم تفوق على أسطول الدولة البيزنطينية. يبقى ستة، إنشاء أسطول عظيم تفوق على الدولة البيزنطينية. يبقى انا عرفت يا اولاد ان اهم اعمال تاني جوهر المعز لدين الله الفاطمي انه امر جوهر الصقلي ببناء القاهره او مدينه جديده تسمى القاهره، وعرفنا ليه؟ لتكون مقر للخلافه الفاطميه. اتنين، احاطتها بسور عظيم، والسور ده بيتكون من 8 ابواب اهمهم باب زويل. وقلنا ليه بما تفسر احاطه القاهره بسور عظيم؟ للدفاع عنها. اشهر الابواب هو باب زويل. كمان يا أولاد عرفنا أن من أهم أعماله نقل الخلافة من المغرب إلى القاهرة، ضم بلاد الشام والحجاز فاتسعت الدولة الفاطمية، كمان إنشاء أسطول عظيم. إذن دي أهم أعمال جوهر الصقلي، أهم أعمال المعز لدين الله الفاطمي في مصر. وقلنا أن أعماله حوالي 6 أعمال أقام بها المعز لدين الله الفاطمي في مصر. كمان يا أولاد الفاطميين احتفلوا بالعديد من الأعياد زي المولد النبوي، ونتهادى فيه بالحلوى، العرائس للبنات والحصان للأولاد، وكمان فانوس رمضان بيرجع إلى الدولة الفاطمية. كمان الفاطميين يا أولاد احتفلوا بالأعياد المسيحية زي عيد الغطاس وعيد النيروز، وهو أول السنة القبطية. كمان احنا قلنا أن فانوس رمضان ارتبط بزمن الدولة الفاطمية. إذن دي أهم أعمال المعز لدين الله الفاطمي في مصر، وأهم الاحتفالات اللي احتفل بها الفاطميون في مصر. تعالوا نشوف أهم الأسئلة. باب زويلة من أشهر أبواب القاهرة صح؟ أصبح الأزهر أكبر جامعة إسلامية في عصر الدولة الفاطمية صح؟ جامعة تنسب للسيدة فاطمة طبعا الفاطميون أو الفاطميين. مين اللي هيجاوب على السؤال ده؟ الجامع الذي بناه طبعا الجامع ليه؟ الازهر، برافو. العاصمه الجديده طبعا القاهره، ممتازين. اشهر ابواب القاهره باب، لسه قايلين يا اولاد باب ايه؟ باب زويله، برافو.
بكده يبقى احنا جاوبنا على اسئلة مهمة جدا في الدرس، وفي اسئلة تانية برضو مهمة ممكن تيجي على الدرس ده، زي بما تفسر امر المعز لدين الله بتأسيس عاصمة جديدة، قلنا عشان تكون مقر للخلافة الفاطمية. كمان سؤال بما تفسر احاطة القاهرة بسور عظيم، قلنا للدفاع عنها كده. دي اهم الاسئلة اللي ممكن، او من ضمن الاسئلة المهمة اللي ممكن تيجي على الدرس. بكده يبقى انتهى درسنا النهاردة، اشوفكم في درس جديد. السلام عليكم.